إفادة الخبر بالمختصر المفيد. أستاذ ديالنا الكرام، دكتور حضور دكتور ديالنا سيدي عبد الله، المدراء المؤسسات التعليمية، جميع الحضور الكريم بما فيهم الأساتذة إن شاء الله مستقبلاً. أساتذة ديالنا مستقبلاً، كنبغي نشكر وليداتنا هذه الفرصة الثانية الحاضرين معنا وجميع الحضور الكريم. شكرا لكم على الدعوة. أتمنى من خالص قلبي أن العمل يستمر داخل هذه الوتيرة، وهذا التنظيم وهذا الانخراط ديال الأساتذة ديالنا والمدير ديال المؤسسة التعليمية في مجالين، كمجال يعني تكوين وتأهيل الشباب والاستفادة ديالهم فيهم والاحتفاظ بهم في مسارهم الدراسي. كنظن هذا أمل أعمل عن قرب في الأحياء شيء ما تتطلب إلى مجهودات أكبر، ولكن من خلال مدير المؤسسة التعليمية بمناظرة جمعوية تعازر المؤسسات من أجل النجاح في مهامها ونجاحنا جميعا، لأن التربية هي شأن الجميع وعدة استراتيجيات للنطاق الوطني تقول بأن المدرسة هي شأن الجميع. حقيقة أنا سعيد جدا أن أحضر هذا اللقاء في هذا المكان مع الجمعيتين، جمعية نور الأمل وإفماس. الكلمة ديال السي حسين بهذا الموقف هذا أقتبس منها، أستعين وأستلهم منها هذه العلاقة التي تربط ما بين الجمعيات وبين المؤسسات التعليمية. أنا شخصيا وأنا أدبر الشأن التربوي للتربية الإعدادية سنة برا، من أهم ركائز المنهجية منهج التدبير والانفتاح على المجتمع المدني وعلى مكونات المجتمع المدني، للإيمان الراسخ بأنه يجب أن نفسح المجال ونعطي الفرصة لشبابنا الباني حتى يساعد في بناء هذا الوطن. مجموعة ديال الأساتذة، مجموعة ديال المديرين، والسي بسال الكبير ديالنا بسال بوزور اللي دعمونا في هذا البرنامج هذا ودعمونا في مختلف البرامج. تنشكرهم بزاف وتنحمد الله ونشكرهم، لأن هاد الناس هادو بقوا معنا وخدموا معنا في مجموعة ديال البرامج وبزاف ديال الأمور اللي اشتغلوا معنا. وما نعبدش المراقب ديال هاد الناس، لان البصمه ديالهم كما تنقولوا البصمه ديالهم كاينه. هما اخوان. عائشة شقرون، مديرة دار الشباب العيادة جوج. النشاط اليوم هو عبارة عن حفل اختتام البرنامج تكويني، تكوين مدرسين النسخة الثامنة، اللي كتشرف عليه كل من جمعية نور الأمل وجمعية إدماج بشراكة مع دار الشباب العيادة جوج. هذا البرنامج في الشقين النظري والتطبيقي، هو عبارة على مجموعة من التكوين النظرية اللي كانت تحتضنها مؤسسة دار الشباب العيادة جوج، كيشرف عليهم أساتذة ودكاترة مهتمين بالمجال التربوي والتعليمي. والشق التطبيقي كيكون في المؤسسات التعليمية، تقريبا ما ينهز 5 حتى 6 ديال المؤسسات التعليمية كان كيدارو فيها تكوين تطبيقية، وكيستفد منهم عدد كبير ديال التلاميذ في الدعم المدرسي. هاد الشباب هادو اللي كيستفدوا من هاد التكوين كياخذوا واحد الباجاج اللي كينفعهم في الامتحان ديال مباراة التعليم. ولله الحمد النسخ اللي فاتت كاملة، يعني عدد كبير منهم كيجتازوا المباراة بنجاح، وهذا هو الهدف. رابح بالنسبة لهم كأساتذة، يعني كياخذوا واحد الباجاج اللي كينفعهم سواء في سميتو في المباراة ومن بعد منين كيوليو مدرسين، يعني كيكون عندهم ديجا واحد تكوين تطبيقي اللي كيشتغلوا به داخل الأقسام. وبالنسبة للتلاميذ في المؤسسة التعليمية، تلاميذ اللي كيكون عندهم واحد النقص
او لا كيكونوا محتاجين للدعم وما عندهمش يعني امكانيات ماديه فكيوفروا لهم هاد المساله هادي. حنا ولله الحمد هذا هو الهدف ديال الجمعيه ديالنا، وكاينه برامج اخرى اللي غادي نشتغلوا عليها مستقبلا مع هؤلاء الشباب، سواء يعني اللي يعني مستقبلا اللي جايين في المستقبل، وحنا كلنا امل ان شاء الله في اصلاح التعليم والمساهمه ايضا في باش نحدوا من الهدر المدرسي وفي تكوين هؤلاء الشباب. اشرف شكري المشرف على دورة إعداد المدرس والدعم الدراسي داخل المؤسسة التعليمية بجمعية نور الأمل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إطار الأنشطة التي تقوم بها جمعية نور الأمل بشراكة مع جمعية إدماج وبشراكة مع دار الشباب العيادة جوج، هذا العام هذا الحمد لله الدورة هذه كانت فريدة من نوعها عام على عام إن شاء الله، يعني كنزيدوا القدام بحكم أن مفتشين وأساتذة ودكاترة كيطوعوا معنا وكيشاركوا معنا في هذا البرنامج هذا اللي هو شمعة أمل المجموعة ديال الطلبة، يعني كنحاولوا نأطروهم باش يمشيوا يلتحقوا بقطاع ديال التربيه والتعليم. وكنا امل بنهضه جديده تنهض بهاد الشباب، لان الا ساهمتي يعني في التعليم اللي هو قطاع حساس كن اكيد انك غتبني واحد الجيل اللي ممكن انه يعني يزيد للقدام. وكنشكر جميع المدراء ديال المؤسسات التعليميه اللي فتحوا لنا الباب، سواء مدير اعداديه السيده الحره و اعداديه البخاري واعداديه خالد بن الوليد والابتدائيات اللي شاركنا فيهم، وحتى هذه السنه هذه ان شاء الله غادي نستهدفوا حتى المجال القروي. وكنشكر ايضا رؤساء جمعيه الاباء اللي كانوا يعني جنود مجنده. الهدف هو كان داك التنميد ان نحاولوا ما امكن اننا نعاونوا، وهذا هو التآزر، هذا هو التآخي، هذا هو اللي خاصو يكون في المجتمع ديالنا. انا كنتمنى ان يعني نزيدوا القدام وغنزيدوا القدام باذن الله عز وجل، وانتظرونا في حله جديده ان شاء الله في الدوره التاسعه. وعليكم مصطفى البريني عضو في جمعيه نور الامل. اليوم كان عندنا حفل اختتام نهاية الدورة التكوينية الثامنة، وكان حضروا فيها المدراء ديال المؤسسات اللي درنا معهم شراكة، وحضروا فيها كذلك رؤساء جمعية الآباء ديال المدارس، وحضروا تلاميذ ديال الدورة تلاميذ ديال التربية غير النظامية اللي استفادوا هذا العام من التربية غير النظامية، وحضروا كذلك أساتذة المتدربين اللي استفادوا من الدورة الثامنة. بالنسبه للدوره التكوينيه ديالنا اللي هي الدوره الثامنه، كالعاده كان واحد نجاح كبير من الشقين بجوج، الشق النظري والتطبيقي. بالنسبه للنظري كانوا الاساتذه والمفتشين اللي جاوا داروا التاطير في كيحضروا في الوقت، كيعطيونا من الوقت ديالهم ومجانا، وكنشكرهم من هذا المنبر. وبالنسبه للاساتذه المتدربين اللي هما الطلبه اللي اجتازوا مباريات التعليم، وكنتمنوا ان شاء الله يكونوا من الموفقين ويوليو اساتذه ديال المستقبل. بالنسبه للدوره التكوينيه هذا العام كيف ما قلت دازت مزيان وكيف ديما، وان شاء الله العام الجاي غادي تكون الدوره التاسعه وغتكون بحله جديده، وغادي ان شاء الله نحاولوا اننا نشوفوا حتى في النطاق ديال خارج المدينه كاع، وخارج حتى المقاطعات اللي استفدوا هذا العام ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بريش نور الدين، ممثل ديال جمعيه الاباء الاعداديه ديال السيده الحره. بالنسبه لهذه المبادره اللي داروا هاد الجمعيات بجوج ديال جمعيه نور وجمعيه نور الامل وجمعيه ادماج، هاد جمعيات اللي هما ناشطين داخل المؤسسه ديالنا اللي شاركونا في واحد الهموم داخل المؤسسه، واحد الهموم ديال الرقي بالتعليم داخل المؤسسه التعليميه اللي في واحد المجموعه ديال المواد اللي عطاونا اساتذه اللي كيديروا الدعم، اساتذه اللي ساهموا معنا في الدعم في التاسعات في السابعات في الثامنات، ودابا نيس خدامين معنا باش نرفعوا من منسوب النجاح ديال
ديال التلاميذ وداك الشيء. هادو زعما تنشكرهم بزاف اللي تعاملوا معنا بواحد الجديه بواحد العمل النشيط، وتبارك الله عليهم، وتنشكرهم على هذا العمل وهذا الحفل هذا اللي قاموا به. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش تفعيل الجرس والضغط على زر ابوني باش يوصلكم كل جديد.